الله العثمان مدير جامعة الملك سعود سابقا. وظل يعني قدم اللي عليه وعانوا الله. عانوا الله على ماذا؟ على الأخطاء اللي سواها بالجامعة، على الكذب اللي كذب على الملك. كذب على الملك؟ كيف؟ بالسيارة، كذب على ولي العهد بجائزة نوبل للمياه. المشكلة مو العثمان المذنب الحال، ويشترك معه وزير التعليم العالي مناصفة وأكثر شيء، وزير التعليم العالي مسؤول مسؤولية كاملة عن جريمة الكذب اللي حدثت على الملك، على جريمة الكذب اللي حدثت على ولي العهد. بس ليش سميها كذب؟ يمكن فعلا هم سووا سيارة. ما سووا سيارة يعني أخذوا بعض. أنا خرجت ثلاث مرات أستاذ علي، لو سيارة مصنوعة هنا والله سحبوني في الحائر زي ما يقولوا. لم تصنع سيارة جامعة الملك سعود. مقابلة بالسابق الدكتور عبد الله المدير السابق يطلع أمام كاميرات الإعلام كلها يقول جمعنا رأس مال شركة غزال لتقنية السيارات 2,000,000,000 ريال. ابن محمد حسين العمود يطلع يقول احنا اشترينا 55% بقيمة 1,030,000,000 من شركة غزال. هذا كلام عام 1431، احنا اليوم 1434 في ذو الحجة، ثلاث سنين. الحقيقة أنه لم يتقدم أحد لوزارة التجارة لإنشاء شركة غزال لتقنية السيارات. إذا السؤال وين المليارين اللي قال مدير الجامعة الجامعة جمعتهم؟ لا يستطيع أحد فتح حساب شركة اللي عنده عقد تأسيس وسجل تجاري، ما فتحت. أليس هذا كذب أستاذ علي؟ كذب على كل الوطن. نعم. وزير التعليم العالي مسؤول مسؤولية أساسية فيها، هو رئيس مجلس الجامعة. نعم. فهو مسؤول عنه. طيب ناخذ الدكتور بدران العمر المدير الحالي للجامعه، طبعا نسال عن السابق والحالي بما انك انت ايضا في جامعه الملك سعود. والله عتبنا عليه، لماذا يبقي على الشخص اللي مسؤول عن اداره اللي سببت مشاكل للجامعه وهي اداره الاستقطاب.